حزب البديل الحضاري جا في واحد الرؤيه. حنا تقريبا في بدايه التسعينات كانت الساحه الطلابيه والساحه السياسيه كتعيش واحد الصراع، واحد الاستقطاب خطير ما بين اليسار وما بين الاسلاميين. فحنا جينا بواحد الرؤيه اللي لقات ترحيب سواء وسط اليساريين وبعض الاسلاميين، ولعبنا واحد الدور كبير من خلال طلبات الميثاق وغيرهم من اجل ايجاد واحد الحاله ديال 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 الهدوء والطمانينه في الجامعه، حاله الحوار. وبدينا كنبلو واحد النوع من التصورات اللي بعدات على ذاك النقاش اللي كان سائد وسط الاسلاميين. بلورنا موقفنا من الديمقراطيه، موقفنا من التعدد، موقفنا من حريه الاعتقاد، امور اللي في ذاك اللحظه في بدايه التسعينات كانت توريه بالنسبه للفكر الاسلامي، حتى ماشي على صعيد المغرب، حتى على صعيد تقريبا المنطقه العربيه. واتهمنا في لحظاتها بانه منحرفين، شيوعيين متسترين باسم الدين الى اخره. ولكن صمدنا، والحمد لله استطعنا اننا نوجدوا واحد القبول داخل الساحه السياسيه. المشكل هو انه احنا ما بغينا نعمل الفعل السياسي، ولكن ما كناش مستعدين نوظفنا اي انسان لصالحه. ملينا التوظيف، ملينا انه الاحزاب والنقابات توظف ضرب بعضها البعض. احنا كنا بغينا نطرحوا واحد التجربه، ويمكن ان التطورات اللي حدثت بانطلاق من 2003 ملي دخل المغرب في الحرب ضد الارهاب جعلت ان المنحى كان في الاتجاه ديال تصفيه الاسلاميين. كانت محاوله لاستقطابنا، وفي اطار دائما مساله التوظيف. احنا رفضنا هذاك الاستقطاب من طرف واحد الاتجاه معين داخل البلاد. علاش؟ لان النيه كانت هي الهجوم على حزب العداله والتنميه، وطبعا الجماهير تقول الهجوم على الحركه الحزب العداله والتنميه لانهم اسلاميين، لانهم كذا. فالجواب اللي كانوا كيعدوا هاد الناس، لا احنا ماشي ضد الاسلاميين بدليل ان راه معنا اسلاميين. احنا رفضنا هذه اللعبه، وبالتالي ادينا ثمن ترتيب سياسي بائس. ومن هذا المنبر اشكر شباب ديال 20 فبراير لانهم هم الذين انقذوا، ما كاين لا عداله التنميه ولا غيرهم، هم الذين انقذوا المغرب من كارثه سياسيه. فيما يخصني انا وكيخص البديل الحضاري، ما لم تكن لنا اي علاقه بهذاك الموضوع. واثناء التحقيق معي كل ما كنت كنثير القضيه ديال البديل الحضاري الا وكيقول لك لا ما نتكلموش على البديل الحضاري. المساله لأول مرة، وقلت للقاضي لأول مرة في تاريخ العالم، حزبين عندهم تنظيم مسلح واحد. يمكن نفهم حزب عنده تنظيمات مسلحة في هذه المدينة في هذه المدينة في هذه المدينة. على كل حال كنظن أن المسألة مفبركة، والمسألة فيها صراعات ديال الأجهزة، ويمكن تأديب بعض الناس. أنا هذا هو ما يمكن نقول في هذا الصدد، ولكن في النهاية كان هناك ترتيب، وهذاك الترتيب الحمد لله سقط في 2011 اللي يدخل المغرب في واحد المرحلة أخرى. ملي فشل الترتيب ندخلوا في العبث السياسي. كنظن أنه ماشي هذا الورش الاجتماعي ماشي وليد اليوم. النهار اللي يعني ظهر العهد الجديد في 1999 والحديث على المخططات النمويه وعلى حتى انه جلاله الملك سمي بملك الفقراء وكذا الى اخره. انا اعتقد انه احنا في حاجه يجلسوا المغاربه ما يتقصى حد، ويجلسوا ونناقشوا القضايا الكبرى اللي كتهم مجتمعنا، ومنها هذا الملف ديال الفقر. انا لا اعتقد ان الفقر غادي يتعالج بالسعايه، ولا نعطيو للفقراء 50 درهم او 100 درهم ولا الى اخره. الفقر ظاهره ارتبطت بواحد الاقتصاد فاسد اللي هو الاقتصاد المعولم نيوليبرالي متوحش، اللي ما يمكن الا ينتج واحد الفئه قليله من المستفيدين مقابل فئه كثيره من
أصحاب الحقوق الضائعة. سيدنا علي كيقول ما من نعمة موفورة إلا بجانبها حق مضيع. اليوم في ظل النيوليبرالية ما من نعمة موفورة إلا بجانبها حقوق مضيعة. اليوم حنا كنعيشوا هذه المرحلة الخطيرة، وكنظن أننا حنا في حاجة نجلسوا نناقشوا الخيارات الكبرى، الخيارات التنموية، الخيارات يعني ما هو النموذج التنموي اللي يمكن يحقق بالفعل النهوض للمغرب. جربنا النموذج التنموي، عطاتنا الكوارث، ما جلسناش تناقشنا، ما جلسناش تحاورنا، وكأننا أمام وصفات، وصفة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، ما جلسناش قلنا علاش فسدت الوصفة الأولى. اليوم ملي كتسمع الناس كتكلم على التحولات المناخية كتستغرب، كتقول واش هاد الناس بالفعل واعيين اش كيقولوا؟ كيفاش يوجدوا هادو حلول حلول لمشاكل هما ما فاهمينهاش؟ واش هواش التحولات المناخيه نتيجه لي غاز اف دو زون اف دو سير، ولا تحولات مناخيه نتيجه على انحناء او ميلان يعني المحور ديال الارض، وهنا خلاف كبير وطريقه العلاج كبير، معنى ان الاستراتيجيات كلها كتبدل، كلها كتبدل. المساله ديال التصنيع، مساله ديال التكنولوجيا، لان التكنولوجيا هي اللي كتصنع الثروه. التكنولوجيا هي صنع الثروه، شنو هي الخيارات التكنولوجيه اللي خصنا نعتمدوها الى اخره الى اخره. كنظن حنا في حاجه النقاش. اما بعض الوصفات اللي كتجي كتنزل علينا من هنا ومن هنا ومن هنا، يمكن تحل بعض المشاكل، ولكن يمكن تأنجوندري، يمكن ترتب عليها مشاكل اكبر. عملنا الاوفشورينغ، جبنا شركات في طنجة، في فاس، في الدار البيضاء الى اخره، اعطيناهم مناطق حرة، اعطيناهم الماء والضوء والتليفون الى اخره، عفيناهم من الضرائب باش هاد الناس يعني يستقطبوا واحد اليد العاملة. ما عندناش اليد العاملة في المدن، جاتنا من البوادي. البوادي ما بقاش فيها اليد العاملة، تخربات البوادي، يعني ولا عندنا واحد النقص كبير في اليد العاملة في البوادي. المقابل أننا جات المدن، ملي جات البنت وحدة كتخدم أو جوج، معها والديها، معها خوتها، معها بنات أخرين إلى آخره، كيتجمعوا في الأحياء الهامشية ديال المدن. الدراري في البطالة إما كيولي كيبيع في الأرض، كيعمل لك الفوضى التجارية، وإما كيتطرف كيولي إما مدمن على المخدرات، ولا سلفي كيوعظ الناس وكيدفعهم نحو العنف. البنات من اللي ما كيلقاوش الخدمة راه كنعرفوا فين كيمشيو إلى آخره، بالأخص إذا كانوا كيتمتعوا واحد القدر معين من الجمال ولا من هذا. إذن الخطر أن الكثير من هذوك الشركات انتقلت لبلدان أخرى، وقع لنا واقع مأساوي في المدن، في ضواحي المدن. فكنقول انه اليوم نعطيو نفسنا واحد الوقت ونجلسوا نناقشوا الامور الحيويه وكيفاش نوضوا في البلاد. نخدم غير بواحد المساله، حنا ملي جا الملك محمد السادس كنطرح ان بتفعيل الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، أننا حنا كنا رافضينه في حزب البلاد الحضاري، وتلاقينا بالمرحوم مزيان بالفقيه، جلسنا معه 4 ساعات شرحنا له علاش حنا رافضينه، وقلنا له كنتمناو على أنه هذا الميثاق ننزلوه للأرض الواقع ونناقشوه وعاد نشوفوا الخلاصات. الملك محمد السادس ماشي هو ما توضعش هذا الميثاق في عهده، توضع في عهد الحسن الثاني، الآن هو ملك جديد. كنتمناو على انه نوضعوا شي تصور نخرجوا به من ازمه التعليم، لان ازمه التعليم من 65 وحنا كنديروا في اصلاحات، اصلاح تابع اصلاح، اصلاح تابع اصلاح، وكل اصلاح كترتب عليه فساد. فقلت له الله يجازيك بخير، بالله جلاله الملك، على انه نتريت واحد العام عامين نناقشوا، ومن بعد داكشي اللي اتفقنا عليه ننزلوه لارض الواقع. قال لي شنو هو المشكل ديال التعليم؟ المشكل ديال التعليم ما عندوش قضيه، وما يمكنش التعليم يلعب دور
الا ما كانش عنده قضيه. في 2009 ملي قدم التقرير ديالو الملك البلاد من جمله الامور اللي شارلها في في اللقاءات الصحفيه اللي عمل الله يرحمه، قال بان احنا فشلنا لانه ما عندناش القضيه. الوزير اللي كان ذاك الساعه عمل البرنامج الاستعجالي. انا كنت ذاك الساعه في السجن، كتبت باقه من داخل السجن، واخا الاسره انجعزت لانه كان هجومي. قلت لهم واش التعليم غادي نديوه المستعجلات نديروا الريانيماسيون ونصلحوا؟ هادشي راه ماشي معقول، خصنا نجلسوا نشوفوا علاش فشل البرنامج الوطني. راه ماشي مساله فلوس، راه كتعرفوا اش طرا داك الفلوس. الى الان بقى الامور مطروحه ديال داك الملاير اللي تخصصات فين مشات الى اخره الى اخره، وجات الحكومه ديال بن كيران ووقفات داك البرنامج الاستعجالي. اليوم حنا كنشوفوا. فانا كنقول انه امام الضعف ديال الاحزاب، امام الضعف ديال النقابات، امام الضعف ديال المجتمع المدني، امام الضعف ديال الحاله الثقافيه في البلاد، حنا كل واحد اللي عنده شي شويه ديال المعرفه خصنا نجمعوا ونجلسوا ونبلورو او تصورات ونتحمل مسؤوليتنا ونوضو نعملو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.